مشاهدي شبكة ان سي ان وقناة نايل لايف، صباح الخير على حضراتكم. يوم جديد ونهاركم اكيد سعيد، احداث متلاحقة جدا. النهاردة 31 اكتوبر والناس كلها يمكن مستنية وبفارغ الصبر الهالوين وعيد الرعب. كان يعني لازم اقول حاجة يعني يمكن كانت مهمة، مستنيين خبر كده، مستنيين، بس انا قلت اعمل حاجه مختلفه، اقول مستنيين الهالوين. ايوه ما انا كنت لسه مستنيه عمال اقول يا رب الشيخ هيقول ايه، يا رب الشيخ هيقول ايه يبقى اتكلمي. صباح الخير يا دينا، صباح الخير يا مان، صباح الخير. صباح الخير يا مي، صباح الخير على كل الساده المشاهدين اللي بيشوفونا، ويوم جديد ونهارك سعيد. عندنا النهارده فقرات كتيره جدا، هقول لكم فقره من اللي معانا النهارده. عندنا فقره مع مسعد فوده نقيب السينمائيين، وعنوان الفقره منح المخرج محمد خان الجنسيه المصريه. عندنا ايه تاني؟ عندنا فقرة مهمة جدا، كلنا اعتقد الاسبوعين اللي فاتوا سمعنا على الازمة القائمة بين المحامين وبين القضاء، وصلت لحد الوقوف قدام المحكمة والامتناع عن العمل وحاجات كتيرة جدا. عايزين نعرف المشاحنات دي هتوصل بينهم لايه، والغرض منها ايه، ومعترضين على ايه. كل ده اعتقد هنعرفه في فقرتين النهاردة، فقرة منهم مع استاذ خالد علي المحامي، والفقرة التانية تبقى من جانب تاني بقى اعتقد القضاء. متهيألي وغير كده كمان متهيألي، يعني ده اخر حاجة لينا في البلد، لو القضاء وقعت يبقى البلد انهارت تماما. فبنتمنى الأزمة دي تلحق تتحل تماما، لأن لو القضاء امتنعوا عن زي ما بيقولوا عن الإشراف عن الانتخابات، هيبقى فيها مشكلة جامدة جدا للبلد. فبنتمنى إن المشكلة دي تتحل وبسرعة جدا. كمان النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا الحقيقة، وهو التعليم. التعليم ليه جوانب كتيره جدا، وطول ما احنا بنغطي موضوع المظاهرات كنا بنتكلم ان المعلمين مطالبهم كلها بتنحصر في المطالب الماديه، ولكن ما كانش فيه تركيز على تحسين المحتوى وتحسين مستواهم التعليمي، لان في الاول وفي الاخر المعلم يقدم مش بس خدمه، المعلم عنده مهمه تربيه اجيال جايه علشان نمنع اللي كان بيحصل قبل كده، ونطلع اجيال فعلا تكون قادرة ان هي تشيل وتستحمل وتتحمل مسؤولية هذه البلد. النهارده هنتكلم حقيقة على موضوع مهم جدا، وهو محاولة او حملة قومية بتهدف الى استخدام العلوم الدولية، وهي بتهدف او شغالة على 5000 معلم ومعلمة، ودي بيقوم بيها او بتشجعها او بترعاها جمعية رجال قادمون. هنعرف اكتر عن هذا الموضوع من خلال ضيفتنا، وهي هتكون الاستاذة سماح ياقوت، مدربة العلوم الدولية ورئيسة جمعية رجال قادمون. طب اسال لنا ليه اسمها رجال قادمون؟ مش فاهم، انا حسيت انها جمعية نسائية. عايز اعرف يعني ايه الصلة بينها وبين العلوم؟ حسيت ان جمعية نسائية بس طلعت جمعية علمية جدا يعني. لا بس انا فعلا عايزين اللي موجود في الفقرة يركز اكتر، زي ما الشريف بيقول، على هل التركيز فعلا عارفين ان كل انا اسفة كل المظاهرات اللي كانت موجودة في كل القطاعات كانت كلها لتحسين المستوى المادي، بس عايزين نعرف طب هل فكرتوا في المحتوى هيتحسن ولا لا؟ ده مهم جدا. بالظبط كده، من هناك عندك حق. هنروح لفصل. هنروح لفصل فقره الصحافه. فقره الصحافه هتكون معايا انا وشريف، فخليكم معانا.